تحياتي للجميع من قناة باسم ميديا برو. بدرس جديد من دروس تعلم الأفتر إفكتس أو دورة الفيجوال إفكتس اللي قلتلكن عليها، لنحن نعلمكن تعملوا كتير شغلات مميزة ومهمة ببرنامجي الأفتر إفكت والبريمير. درس اليوم يا شباب يا صبايا رح أعلمكن كيف نعمل هالبرزنتيشن هيدي للويب سايت تبعك. خلوني أكبر أنا هون عشان أفرجيكن إياها على الفول سكرين. تمام، خلوني هلا انا الدقة حاطة هالف، معلش خليني افرجيكم اياها. شايفين هالتأثير الحلو هيك تطلع هيك. طبعا انتو بدكم تكملوها بتاخدوها على البريمير، بتضيفوا صوت بالخلفية فبيطلع عندكم شغل كتير حلو. هاي شغلات كتير بتشوفوها انتو على الانترنت، دعايات لشركات او غيره، فالتقنيات راح نكون اياها كتير حلوة. بنفس الوقت كمان يعني بروح الخوف عندكم من هالبرنامج، بتفهموه اكتر، بصير التعامل معه اسهل واسهل بكل درس راح اعطيكم اياه بقادم الايام. تمام يا شباب يا صبايا، خلوني انا بلش معكم لكان بلش هذا المشروع الجميل. خلوني اول شيء اجي لهون انا اروح فرجوني، خلوني اضبط ملفاتي. هلا انا عندي لهالمشروع هذا مستخدم صورة تابلت، وعندي صورة الويب سايت، وفي قناة يوتيوب تبعيتي، وعندي هون فيديو. هذول ثلاثة راح احطهم انا هون عندي بمجلد، راح سميهم داتا مشان الشغل. وخلوني كل هالداتا القديمة لكم بالقديم حطهم هون، سميهم كومبس. تمام، وهي كومبس صفر. هلا راح اشتغل انا شغل جديد. تمام، خلونا نبلش يا شباب يا صبايا. راح اجي انا هلا افتح كومب جديد. تمام، راح اخذ له الكومب هذا فول اتش دي. تمام، 1920 ب 1080 30 فريم 10 ثانية، وراح اعطيه اوكي. تمام، هلا انا شو بدي اجي اعمل يا شباب ويا صبايا؟ راح اجي اجهز انا الباك جراوند تبعيتي. مثل ما شايفين هون عندي هالباك جراوند الزرقاء الحلوه، راح اجي انا هلا اجهز مثلها. فراح اجي لهون راح اعمل نيو، راح اخذ سوليد. تمام، وهذا السوليد هون راح اجي اختار انا لون ازرق جميل. تمام، طبعا هلا انتم مثل ما قلت لكم حسب الموقع او حسب الويب سايت اللي انتم بدكم تعرضوه او الصفحه او صفحه العمل بلوج الى اخره، حاولوا تختاروا اللون مثلا الخلفيه يكون قريب على لون الشعار تبعكم. فانا الشعار تبعي مثلا مثل ما شفتوا الصوره تبعيتي بلون ازرق، فراح اخذ خلفيه تكون مناسبه للويب سايت تبعي. مثل ما شايفين هون يعني انا مثلا الهيدر تبعي على لون ازرق، الشعار تبعي البلوزه اللي حاطه انا هون ازرق، فاخذت خلفيه مناسبه للالوان الموقع تبعي مشان يكون الشغل احلى. فهلا انا هذا الكومب راح اضغط انتر هون. تمام، خليني اضغط انتر، راح اسميه ويب سايت. تمام، هلا راح اجي لهون، هلا نحن اخذنا هي عملنا هالخلفيه. هلا راح اجي انا اعمل كمان سوليد مره ثانيه، وهذا السوليد انا راح اخذه لون اسود. تمام، انا بدي اعمل تاثير الفانيات، يعني انه هذا الازرق بيكون هيك بتلاشى بشكل حلو. راح اجي هلا على خيار الليبس هون، راح اضغط دبل كليك. تمام، وراح اجي هلا انا عملت ماسك على السوليد السوداء اللي انا هلا حطيتها. راح اجي هون على الماسك، راح افتحه، راح انا اعمل انفيرتد، يعني راح اعكس الماسك. تمام، فصار هلا الحدود الجانبيه هي المحدده عندي. راح اجي على الفيزر هون، شايفين راح كبرها. راح اجي على الاوباسيتي، راح نزلها شوي. شايفين هلا انا شوفوا كيف انا عملت هالتاثير، هذا بسموه فينيت. شايفين ما احلى هيك، بيجي تدرج الالوان بصير. اذا انا شلت الطبقه الفوقانيه عندي ازرق فاقع هيك مانو حلو، لما عملت طبقه الفينيت فوقها صار هيك جميله الخلفيه ومعبره اكثر فيها عمود. صار هلا شو راح اجي اعمل انا يا شباب يا صبايا؟ راح اجي اعلم هالطبقتين هذول، راح اضغط زر اليميني. تمام، راح اروح هلا اعمل انا بريكوم، راح سميها بيجي يعني باك جراوند. تمام، فانا عملت هلا هذول الاثنين سميتهم بيجي، مثل ما شايفين صار الباك جراوند عندي. هلا راح اروح على الداتا اللي انا مستخدمها يا شباب يا صبايا. راح احط لكم طبعا كل هالصور والملفات اللي استخدمناها، راح احط لكم اياها برابط تشتغلوا عليها. راح اسحب انا صوره هلا الفيديو، انا عندي هذا فيديو، شايفين فيديو خلفيه جايبه انا من النت. تمام، فهو فيديو لدوائر متحركه مشان ما اضيع وقت انا واشتغل بال انتم فيكم تعملوا بالافتر افكس مثلا هيك تاثيرات. تمام، بتاخذ وقت معكم، فيكم تجيبوا فيديوهات جاهزه. بشكل عام كنت بشتغل موشن جرافيك وفيديو اديتنج وفيديو جرافيك وغيره، ما عنده وقت كل شغله يعملها بايده. فنحن كثير بكون عندنا داتا بفيديوهات جاهزه بنستخدمها بشغلنا مشان توفر علينا وقت ومشان تريحنا بكل انواع الشغل. تمام، فانا هذا الفيديو عندي اياه حطيته هون. شو راح اجي اعمل انا هلا؟
رح اجي هون على المود، شايفين اللي ما عنده المود هون مثل ما حكينا بكل الدورات، هون في عندي ايقونات، انا بروح ممكن يكون الايقون الثاني ما محدد فبيجي بيضغطه فبيطلع خيار المود، فراح اروح انا اخذ سوفت لايت، شايفين اخذت السوفت لايت، فصار هلا هو مندمج بلندنج مود، صار في مزج بينه وبين الخلفيه، وراح اضغط تي اللي هي اوباسيتي مثلا، راح انا احط هون قيمه 30 تمام. فانا بدي اعمل هيك خلفيه جميله متحركه، شايفين معبره عن الويب سايت، معبر عن الانترنت بشكل حلو. تمام يا شباب يا صبايا، هلا شو راح اجي اعمل انا شغله حلوه، خليني اسيب شوي انا مشان ما نخسر شغلنا. انا عندي صوره تابلت بي ان جي مفرغه، راح اجي مثل ما هي اسحبها على الكومب، فبيعمل لي كومب بهالتابلت اللي عندي. طبعا هذا بي ان جي مثل ما قلت لكم، شايفين خلفيه شفافه، هذا قلت لكم انا هون دائما بنغير بين انه يعطيني لون الكومب اللي هو اسود، بس هذا الاسود ما بيترندر لما انا رندر الفيديو، ما بيترندر، هو شفاف بس دائما بيستخدم الوان داخل الافتر افكتس بس تساعدني بشغلي لتشوف شغلك كيف بيطلع على الخلفيه المعينه، بس هي عمليا شفافه تمام. فانا هلا اخذته لهذا التابلت هون تمام، راح اجي هلا انا اخذ الويب سايت تبعي واحطه هون، فانا بدي اجهز اموري بشكل التابلت والويب سايت كلهم مع بعضهم. راح اصغر انا هلا الويب سايت بشكل يصير عندي على حدود الشاشه تبعيه التابلت. هلا راح اعلمكم شغله حلوه هون كمان، كيف نطلعه كانه عم يمشي جواتها لهالشاشه تمام. خليني اصغر هسه شوي صغيره هيك 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 تمام، خليني انا هلا بظن هيك تمام، شايفين؟ راح اجي اخفيها هالطبقه هي شوي تمام. راح اجي هلا انا هون راح اجي اخذ اداه الريكتانجل تول، راح اتاكد انه ماني محدد ولا طبقه، وراح اجي ارسم انا تماما مستطيل على قد تماما شاشته لهالتابلت تمام. فهلا انا بجي هيك بظن هي حدود التابلت. هلا راح اجي على الفيل، راح اختار اي لون ما بتفرق، راح احطه احمر، راح اجي على الستروك راح اعمل له بلا ستروك. هلا هيك انا صار عندي الشاشه هي على قد التابلت. ليش انا عملتها لهي؟ راح اقول ليش عملتها. شايفين انا عندي الموقع تبعي طالع اكبر من التابلت، واذا انا حركته شايفين لفوق لتحت، فانا بدي يجي فوق التابلت، انا ما بدي يجي فوق التابلت، بدي يكون جاي جوا الشاشه تبعت التابلت ومبين انه عم يتحرك جوات التابلت. فانا هون راح استخدم شيء الفا مات، صرت شارحه انا 100 مره بكل دروسي، كل مره بشرح لكم الفا مات، انه انا لما بقول له طبقت الويب سايت الفا مات شيب لاير واحد، هي اسمها شيب لاير واحد تمام. خلوني اضغط انتر سميها سكرين. فانا هلا عندي الويب سايت هون، لما اقول له انا الفا مات سكرين شو معناتها؟ معناتها طبقت الويب سايت ما بتطلع لي اياها الا جوات السكرين، شايفين؟ فهلا انا صارت ما بقى يعني هلا انا كيف اذا حركت للويب سايت تبعي حركته انا هلا برا، شايفين انا عندي السكرين طبقت السكرين هي بس هالمستطيل. فانا بالالفا مات قلت له ما بتفرجيني بقى هالطبقه هي الا جوات هالمستطيل اللي انا رسمته، فشايفين؟ فهلا انا بس ادخل جوا المستطيل بتطلع عندي الويب سايت تبعي. شو فائدته هلا هالشغل هذا؟ هذا الشغل فائدته لما انا بدي احرك الويب سايت تبعي من تحت لفوق كاني عم بتصفح على تابلت، فشايفين ما احلى؟ صار ببين كانه انا جوا الشاشه عم بتحرك الموقع تبعي، شايفين ما احلاها يا شباب يا صبايا؟ هي الغايه منها، صارت بظن الامور واضحه، صار شارحها كثير بكل الدروس تقريبا. فانا رح اجي حركه لهي الشاشه تبعيتي، ما بدي اياها تبلش فورا من اول فريم، بدي اعطي انا ثانيه تمام؟ بعد ثانية بدي احط انا هون هلا كي فريم للبوزيشن، بعدين بدي اعطيه زائد 2 ثانية تمام. وراح اجي هلا انا كأني عم بتصفح عم برفع الموقع تبعي لأشوف الدروس كلياتها الموجودة على قناة باسم ميديا تمام. فأنا هيك هلا رفعت لهون تمام. هلا راح اجي على 2 كي فريم هدون، راح اخذهم هيك كي فريم اسيستنت، راح اعطيهم ايزي ايز. شوفوا هلا برجع الاول راح مشي، هلا بعد ثانيه شايفين ما احلاها، كانكم انتم عم تتصفحوا هلا الويب سايت تبعي قناه يوتيوب او اي ويب سايت انتم حاطينه. انا راح شارك معكم هيدا الصوره وهي الفيديوهات وكل شيء، انتم ممكن تجيبوا اذا عندكم بلوج لكم تمام، عاملين ويب سايت خاص فيكم، بتعملوا برينت سكرين للويب سايت تبعكم تمام، برينت سكرين من الكيبورد في خيار برينت سكرين، بتاخذوها على الفوتوشوب بتقصوها بتجهزوها للصوره تبعيتكم بتاخذوها لهون، فبتحطوا الموقع تبعكم بدل ما تحطوا الموقع تبعي، لانه هذا التصميم بعد ما تخلصوه يعني اذا عندكم بيهانس او غيره ممكن ترفعوه على البورتفوليو تبعكم، لانه فعلا كثير مطلوبه يعني هالحركات وهالفيديوهات كثير بتشوفوها اونلاين وكثير شركات بتطلبها، فحلو يعرفوا انك انت بتعرف تشتغل هيك شيء تمام يا شباب يا صبايا. فانا هلا خلصت التابلت تبعي ما بقى بدي اياه، هلا راح اجي سكره، راح اجي انا هلا ليكو هي التابلت تبعي تمام.
انا شو سميته، تمام هذا هو التابلت لك، هو اجى دخل بالداتا انا اطلعه برا. فهلا راح اجي عند التابلت تبعي راح اسحبه وراح احطه عندي انا هون تمام بالشاشه هون، شايفين يا شباب يا صبايا. هلا انا اذا بدي شايفين، هلا انا مثلا بيجي بعد ثانيه، انا تركت ثانيه بتتذكروا انا جوا قبل ما احرك اعطيت ثانيه بعدين حركت. ليش؟ لانه بهالثانيه اللي عندي اياها هون راح اعمل انا هالحركه اللي شفتوها انتم هون شايفين هالحركه. اول شيء بتحرك التابلت بعدين بتمشي. فالفكره انه انتم يعني ممكن تجوا مثلا انه انا مثلا هون حركت انه كان عندي انا التابلت على قد الشاشه، يعني صغير جوات الشاشه هيك. هلا انتم ممكن تجوا هون مثلا تخلوه هيك يبلش هيك بهالشكل. فمثلا راح اجي انا افتح السكيل تمام وراح اضغط شيفت وخلوني اعطيه اول شيء احطه 3D، لانه انا بدي احرك بال 3D تمام، بدي احرك على الاكس والواي. فخلوني هي السكيل وهي انا عندي روتيشن من جديد تمام، فبيعطيني اكس واي زد، وبدي احط انا البي اللي هي البوزيشن تمام يا شباب يا صبايا. فانا هلا بدي اغير، بدي اعمل انا انه اول ما يكون عندي التابلت بيكون بهالشكل. هلا راح احط انا سكيل، راح احط كي فريم للسكيل، وراح احط للبوزيشن، وراح احط للاكس والواي تمام. هلا راح اجي انا اعمل له زائد واحد ثانيه. هلا عند الثانيه الثانيه انا راح اجي صغر التابلت تبعي تمام، راح صغره هيك. وراح اجي هلا انا على الاكس راح اجي اخذها الاكس هيك شايفين، راح ابرمها هيك. وراح اجي على الواي انا الواي اخذها هيك تمام شايفين حلو. وخلوني كمان بنفس الوقت انا اجي حتى على الزيت على الروتيشن على محور الزيت عشان نعطيها قصه جماليه اكثر. هلا شايفين انا عم علمكم كيف تشتغلوا هالامور التقنيه المعقده الحلوه. فانتوا يعني انا عم حرك بهالطريقه، انا بيهمني تفهموا الاليه، تفهموا كيف بينشغل جوا الافتر افكتس شايفين كيف انا بسهوله فيني اعمل هيك شيء. فانتوا بتحطوا كي فريم على كيفكم، بتحركوا اللي بدكم اياه، بتحركوا الزد، بتحركوا الواي، بتحركوا الاكس لوحده، بتعملوا تغيير كامل. انا بهمني عم اعلمكم كيف تنعمل هيك فيديوهات واعطيكم يعني الاسس التفكير انه هذا البرنامج كيف بيشتغل، وفتح يعني فتح ذهنكم لطريقه عمل هيك فيديوهات. والباقي الابداع مثل ما قلت لكم بيجي عليكم، ما ضروري تتقيدوا بنفس التحريك تبعي، فيكم تعملوا التحريك تبعكم تمام يا شباب يا صبايا. فراح ارجع انا اقول على الزد دور، فمثلا هون راح اعطيها هيك تمام، راح خليها تجي هيك شايفين صار هيك حلو. هلا انا بس شغله بدي اعملها، بدي هذا مثلا وقت بيجي لهون تمام هيك حلو. هلا خليني احط انا كي فريم للبوزيشن، البوزيشن انا لسه ما غيرته، بس راح احط كي فريم هون خليه هيك موجود. هلا فشوفوا هلا كيف صارت الحركه شايفين، بيصغر هيك بعدين بيطلع النص تبعي شايفين. هلا انا بعد ما طلع هيك، هلا انا خلصت حكي هون رفع يعني خلص الموقع تبعي عرضه تمام هيك تمام. فانا شو بدي اجي اعمل هلا، راح انا ثبت الحركه من هون لهون تمام. فانا برجع بعمل هلا كنترول سي بنسخ كي فريمات هدول وبرجع كنترول في. فانا هلا لصقتهم هون، شو عملت انا؟ انا هلا من هون لهون بدي ثبت الحركه تمام. هلا راح احط انا مثلا زائد واحد ثانيه. هلا هون انا بدي اجي اخذه لهذا، بدي اجي اخذه لهذا هيك، بدي احركه لهالجنب تمام، بدي احركه شوي لفوق هيك شايفين. هلا خليني اشوف كيف صارت الحركه، بيجي هيك بيطلع هيك بهالشكل الحلو. هلا بروح عندي لهون تمام شايفين، ما احلاها حركه كثير كثير حلوه. راح اجي كل هالكي فريم هدول راح اعلمهم هيك بالزر اليميني، راح اعطيهم ايزي ايز. هلا انا شو بدي اعمل؟ انا اجيت هذا جهزته هيك رجع لهون. هلا انا راح اجي اكتب النص تبعي تمام يا شباب يا صبايا، خلوني اجي هلا انا اكتب اختار انا اداه التكست تول هون شايفين، بضغط ضغطتين عليها فبيعطيني مؤشر الكتابه هون. راح اكتب انا باسم تمام، وراح احط ميديا برو كلمه واحده. راح اجي هلا هون على خصائص النص راح كبر، راح اجي هون بالتباعد خط تباعد شوي هون بين كلام هيك وهيك. راح اجي هون انا عندي كمان فراغ راح ارجع لورا شوي، خلوني اجي اقدمها لهي هيك شوي تمام، خليني اظبط ثواني تمام هيك. بدي اجي انا هلا اعمل هيك، هلا بطل ياخذ معي تمام، هلا بدي انزلها هيك، خلوني اخذ اللون ابيض تمام يا شباب يا صبايا، خلوني كبره لسه شوي لباسم هيك، خلوني احطه هيك، خلوني اشوفه كيف بده يجي، بدي اياه بشوف كيف بده يجي انا ورا هذا التابلت، فخلوني اخذه هيك شوي صغره، هذا حطه نصاني هيك، خلوني اشوف تمام. هي الطريقة طبعا انا عم بستخدمها، وفيكم تستخدموا انتم طرق محددة اخرى. فخليني اجي هيك انا بدي باسم يكون متخبى ورا هالتابلت بعدين يطلع تمام. خلوني هلا اجي انا بس شايفين اداة العزل هون، ف
فأنا إذا بضغطها فيني يدخل، بس أنا أعمل عزل للنص تبعي يشوفه، أو خلوني هلا أضغط الزر اليميني أعمل بريكوم، تمام، وهي سميها تكست، طبقة التكست بدي أحط أنا التكست ببريكوم لوحده. شايفين كيف الشغل بيكون بالأفتر إفكتس كله كومب جوا كومب جوا كومب. هلا رح أعمل دبل كليك أدخل على التكست تبعي، رح أظبط التكست تبعي هون أنا مثل ما بدي على كيفي تماما. تمام يا شباب يا صبايا، هلا أنا في شغلة الهي إنه كان لازم، تمام، طب مش تخليني اكبر الباسم شوي، بدي اكبر باسم شوي انا هيك، تمام، بدي اخلي باسم يكون لونه اصفر، هي لوحدها هيك، تمام. وهلا انا بدي اجي حركه لباسم، تمام، فخلوني انا اجي بدي باسم. هلا انا بالويب سايت تبعي هون لما هذا التابلت تبعي بيروح على جهة اليسار، شايفين بيروح على اليسار هيك، بدي باسم تطلع تروح على اليمين هيك، تمام. فخلوني اجي انا لهون، حط انا هلا بوزيشن، حط بي، اخذ كي فريم هون، اجي حط زائد واحد ثانية، تمام. وهلا انا راح مشي باسم هيك، تمام، راح خلي باسم توصل لهون هيك. وهلا راح اجي هون انا راح حط كي فريم ايزي، تمام، هي هيك بيطلع باسم هيك. هلا انا شو اعمل بالاول، واول واحد فرجيتكم اياه البرزنتيشن الاولى، لما بيطلع باسم هيك بعدين بيجي نص ثاني هيك، تمام. فانا هذا النص هو نص تعريفي، مثلا انت عندك مدونه بتشتغل بال بقوالب الافتر افكتس، فبتحط اسمها بيطلع بعدين شرح صغير عنها، تمام. فانا النص الثاني راح خليه نص شرح، راح يكون شرح عن مدونتي، فانا راح اكتب كيف ما كان، تمام، راح اكتب فيديو، خليني اغير الخط فيها، خليني احطه 50 فورا، فراح اكتب انا كلام هيك سريع، افتر افكتس بريمير، شو استنى، انا ما بدي اعطي اساسا كان خط، يا اسمه فاصله او نزل، هلا بدي انزل انا بريمير فوتوشوب، تمام. فانا بس هلا عم حط نص شو ما كان، مثلا الستريتر، شو اسا عندي شغلات مثلا ميديا، تمام. هلا انا بس عندي هون انا بجي بتحكم بالمسافه بين الخطوط، فانا بس بدي هلا احط انا نص لفرجيكم انه بس تعريفي انا وفرجيكم الشغل، تمام. فهذا الخط عندي اياه هون، فانا بدي بعد ما تجي باسم هيك يجي هذا الخط هون هيك، يجي هالكلام هون هيك. فكمان راح اعطي انا بوزيشن، راح روحه شوي كمان لهون، فهون راح احط كي فريم ثاني، تمام. وعند الكي فريم الاولاني هون هذا النص بيكون برا، تمام يا شباب ويا صبايا، خلوني يكون هون هذا النص بيكون برا، شايفين. فهلا هذا النص راح يفوت هيك، تمام. فهلا راح اجي انا اعمل له ايزي ايز، تمام، راح اخذه هسه شوي هيك بشكل انه تقريبا بيجي مع باسم، فرجوني باسم بيجي هيك وهذا بيجي هيك، كثير كثير حلو. هلا برجع على الكومب تبعي اللي اسمه ويب سايت، فرجوني شوف انا كيف صار الشغل. هلا انا عندي باسم طالعه هون ما بدي اياها تطلع، راح اجي هلا بس بدي يرجع هذا، تمام. هلا انا باسم المفروض تصير من هون تطلع، تمام، من هون هيك، هذا الحكي كثير كثير حلو. وراح احط طبقه التكست تحت التابلت، تمام يا شباب يا صبايا. هلا خليني اشوف الشغل تبعي كيف صار، ها شايفين ما احلى، بتطلع هي هيك، هلا هي بدها تروح هيك، وباسم عم يطلع هيك، وهي عم تجي هيك، تمام. الشغل كتير حلو. ممكن انا اذا بدي كمان، هلا انا حركت، شايفين شو فقر انك انت تعمل كومبس. هلا انا دخلت جوا الكومب تبع التكست، فانا عملت حركه للتكست، صح، انا حركت التكست جوا الكومب تبع التكست بهالشكل. طيب هلا انا فيني اجي احرك كمان الكومب الاساسي، فانا هلا جيت لهون، هلا باسم عم يطلع هون، تمام. انا بدي باسم يرجع يصير بالنص ويكبر شوي، فمثلا انا ممكن اجي بعد ما طلع باسم هون، تمام، انا اذا حبيت هلا عملكم زياده، ممكن اجي احط كي فريم هون، تمام، للبوزيشن، وحط كمان كي فريم للسكيل، ممكن اجي اخذها هيك شوي، تمام. فاجي اخذ باسم لهون شوي هيك وكبرها شوي صغيره، وين السكيل، هي السكيل، تمام، كبر باسم شوي صغيره، وها هي ارجع اخذها هيك، وراح اجي لهدول اعمل لهم انا هلا ايزي ايز، تمام. هلا بنشوف كيف صارت، ها بتجي هي هيك، تمام، طلع هيدا هيك، بيروح بيجي باسم هيك، هي بتجي هيك، هلا بيرجع بيطلع بيكبر هيك. وهدول الاثنين انا راح اعملهم، راح اقربهم على بعضهم مشان يطلع باسم بشكل اسرع، تمام. هلا هيك وبيطلع هون، تمام. هلا انا بعد ما اجى باسم هون شو بدي اعمل؟ تذكروا باول درس فجتكم انا الشغل تبعي، انا بدي هلا يطلع هالمستطيل هيك يلف حوالي باسم، ويطلعوا هلا هالاسطر الثلاثه اللي اجوا تحت، شايفين هيك، واحد اثنين ثلاثه بهالشكل الحلو الاحترافي جدا، تمام. هلا راح اجي لهون انا شو بدي اعمل هلا؟ هلا بجي انا باخذ اداه المستطيل، تمام، بروح على الفيل، بحط الفيل نان، يعني ما بدي فيل، بروح على الستروك انا هون، بختار لون ابيض، بعطيه اوكي، بختار 10 وهي 10، فممتاز.
بتأكد أنا أنه ماني محدد ولا طبقة، تمام؟ مشان ما يعمل لي ماسك عليها. فهلأ بجي أنا برسم مستطيل هذا حول باسم، شايفين ما أحلى؟ وهي خلوني أعمله 15، هيك أنا غيرت رأيي، بدي أعمله شوي كبير. راح أخذ أداة الموف تول أو السلكشن تول، راح شوي أخذه هيك سويه أصغر على قد باسم تماما. فهلأ أنا عندي بعد ما استقر باسم هون، تمام؟ هلأ أنا بدي مستطيل يلف حول باسم، تمام؟ هلأ أنا عندي هذا المستطيل هيك. فهلأ شو بدي أعمل؟ خليني أسميه لهذا المستطيل بوردر، تمام؟ أنا معلمكم إياها وبظن متابعين معي لازم يعرفوا هلأ أنه أنا بدي حاط شيء اسمه لترين باس، تمام يا شباب يا صبايا؟ حكينا عنه كتير صرت، اللي متابع لدروس معي أكيد بيكون ما عنده أي مشكلة بالترين باس، واللي أول مرة بشوفه لهالدرس ما في أي مشكلة، في كل طبقة شيب إلها خصائص هون عند هالمثلث هذا الشايفين نقاط، هي خصائص تحريك، تمام؟ كل وحدة فيهم بتعطي ميزة معينة، ففي شيء اسمه الترين باس، أنا بحرك فيه اللاينز بشكل كتير احترافي داخل أفتر إفكتس، تمام؟ فهلا رح أجي على الترين باس، رح أنا هلا أختار رح اجي انا هلا الاند، تمام؟ كمان انا رح اسوي الاند 100% او رح خلي الاند والستارت صفر، اثنيناتهم صفر، تمام؟ رح اجي هلا احط عند الستارت كي فريم وعند الاند كي فريم، ورح اجي هلا اقرب لقدام شوي رح خلي انا الستارت 100 والاند 100، تمام؟ هلا انتبهوا، انا وين اجيت بلشت حركه الترين باس؟ انا اجيت وقت اللي طلع باسم، شايفين هي التكست، انا عند اخر كي فريم عند التكست، يعني بعد ما خلصت التكست واجا راح التكست انزاح لهون وكبر، هلا انا بدي اطلع البوردر فورا، تمام؟ بشوف الحركه صارت عندي، هلا ما صار شيء. ليش؟ لانه انا عاطي القيم تبعيه الستارت والاند مثل بعضها، فما ببين شيء. بس انا شو اول شيء عندي انا الستارت صفر والاند صفر، واخر شيء انا عندي الستارت 100 والاند 100، فشو عم يصير؟ وقت لما تمشي الاند عم تمشي الستارت معه، فعم يضل صفر. فرح اجي انا هلا اعلم الاثنين كي فريم تبعيت الستارت واعمل لهم انزياح هيك، تمام؟ شو بصير هلا؟ هلا بتصير بتبين كانه في خط عم يلحق الثاني، شوفوا هلا شايفين؟ شو صار هلا؟ اول خط عم تشوفوه قدامكم عم يمشي هو الستارت، هو الاند، بعدين الستارت عم تلحقوا، فشوفوا هلا انا هون بلش عندي الاند هون نص صفر عم يزيد للمية، فهذا هو، خليني اشوف روحها لهي، فهذا هو انا اللي عندي الخط هلا، هيدا الاند، تمام؟ هي الاند اللي عندي انا، عم ببلش من الصفر للمية، فهلا هي وصلت لهون 50 تقريبا، وهون دخل كي فريم الثاني تبع الستارت، فهلا الستارت عم تبلش هلا من الصفر كمان عم تلحقها 100، فواحد عم يمشي الخط والثاني عم يسكره، فشوفوا مع احلى الحركة، شايفين؟ هلا بعمل لها هيك، بنرجع بنشوفها هيك، شايفين؟ هي هون الحركة الأولى خلصنا منها. إذا أنا بدي خلي حركة المستطيل تكون كاملة، فأنا فيني أسحب الستارت، تمام؟ يعني كي فريم تبع بداية الستارت يكون عن نهاية الإند، فشوفوا هلا كيف راح أجي اثنين هذول أعمل لهم إيزي إيز، وهلا راح أرجع لورا، هلا راح شغل، شايفين؟ خليت أنا الإند تخلص بعدين بيجي الستارت وراها، وهيك أحلى، راح أتركها أنا هيك، تمام يا شباب يا صبايا؟ هلا أنا شو بدي أعمل لسه كمان؟ بدي انا وهذا الخط الثاني، يعني تمام، بدي هلا بعد ما اجينا هون عملت هالمستطيل، بدي انا خط هيك يمشي ثلاث خطوط ورا بعضها تمشي، تقلي تعطيني هيك انه للتعريف تبعي بين انه في تعريف لازم تقري، فشو لازم تعمل هلا؟ رح سيف انا، رح اجي اخذ اداه انا البين تول، تمام؟ رح اتاكد انه ماني محدد شيء كمان، رح ارسم انا هلا ستروك بضغط شيفت من هون لهون، هي انا رسمت ستروك، تمام؟ ب 15 مثل ما كنت عامله. فأنا إذا بدي زيد أو ألعب فيه من هون بغيره أو من هون بغيره، ما رح أغير شيء، هذا هو. شو رح أجي أعمل هلأ أنا؟ هلأ أنا بدي أجي أفتح الـ بوس فيو مشان طلع الكي فريم تبعين البوردر، تمام؟ مشان أجي أعير أنا حركة اللاين تبعيتي مع البوردر، رح أجي كمان أنا على هذا اللاين رح سميه لاين، رح كمان أفتح عليه، رح أخذ شيء اسمه كمان لترين باس يا شباب ويا صبايا، بس هذه المرة راح اخذ انا كمان نفس الشيء، راح اعمل ستارت واند، تمام؟ راح اجي كمان اخذ هي على الصفر، راح احط ستارت واند هون، راح مشي شوي صغيرة انا، كمان راح احط هون اثنيناتهم 100، وراح اجي انا اخذها للستارت مشيها شوي هيك، تمام؟ وراح اثنيناتهم انا احط لهم ايزي ايز، وهلا خليني اشوف كيف بتصير الحركة، تمام؟ شايفين ما احلاها؟ بس شو راح اجي اعمل؟ راح اجي مثلا انا هذا البوردر تبعي راح اعمله اسرع، فراح اصغر المسافه شوي هون، تمام؟ فهيك صار عندي شويه مسافه للخط. ليش انا بدي اعمل هيك؟ لانه بدي اصغره، بدي اخذهم هون شوي هيك،
وانا بدي انسخه لهذا الخط اللاين، تمام؟ راح اعمله لللاين انا. هي معلمكم الشغل الاحترافي كيف نحن بنشتغل بشكل حقيقي وعملي. فانا بدي اخلي ثلاث خطوط تمرق، ما بدي خط واحد. فهذا الخط الاول شايفين انه اجى هيك. فانا هلا بدي اعمل دوبليكيت 1 2، تمام؟ فراح اجي عند اللاين هذا، راح هلا اخذ اداه الموف تول او سلكشن تول، راح نزله لهذا، بضغط على شيفت مشان يضل عم ينزل لي اياه بشكل مستقيم، وباخذ اللاين الثالث كمان بضغطه هيك شوي، تمام؟ فهلا انا بجي بعدني هالثلاثه هدول، بضغط عليه، شايفين؟ راح كبر انا البانل هيدي عندي، وهيدا تكبيره صرت حكيانا كثير. الزر الموجود اسمه تيلدا تحت الاسكيب، شايفين؟ تحت الاسكيب بيكون في زر تضغطوا عليه اي بانل بتكونوا فيها، فبكبر لكم اياها على كل الشاشه. فشوفوا انا راح خلي اول شيء بيطلع عندي هذا، شايفين؟ هذا نهايه اللاين الاول هون، فراح اخذ هالكي فريم هدول احطهم هون، بعدين هذا نهايته هون، تمام؟ راح اخذ هالكي فريم هون جيبهم هون، ما ضروري يكونوا تماما انه كل واحد يبلش عن نهايه الثاني، بس بشكل انا عملتهم يطلعوا ورا بعض، تمام؟ راح اضغط يو لسكر هلا، هيو سكرت كل شيء، راح ارجع لهون. هلا راح ارجع انا فرجيكم شو بس اخر الحركه كيف طلعت، تمام؟ شايفين؟ طبعا انا فيني عملوا انه يطلعوا ورا بعضهم تماما، فانا بجي لهون انا بعدتهم شوي زياده، راح ارجع خليهم يكونوا متداخلين بشكل يكون انه جيتهم مع بعض قريبه، تمام؟ وهلا هدول الثلاثه محددين بعمل لهم يو. هلا برجع لهون، خلوني افرجيكم هلا كيف صارت حركتهم لهدول، شايفين؟ صاروا ورا بعضهم بشكل احلى، شايفين؟ هلا انا ممكن اجي على كل لاين فيهم لحاله. هذا اللاين هذا مثلا راح اخذ اللون الاصفر، شايفين؟ نصاني مثلا لونه اصفر، اشوفوا ما احلى صاره، شايفين الشكل الحلو. هلا خلونا نرجع نشوف الحركه من اول وجديد، نشوف كيف صارت عندي يا شباب ويا صبايا. فانتوا هلا مع موسيقى مع مؤثرات صوتيه اذا حبيتوا مثلا، شايفين؟ بيطلع هذا هيك هيك، بقيت التخطوط بيجي بهالشكل هذا، شايفين يا شباب ويا صبايا؟ هيك درسنا اليوم بيكون خلص. انا هلا اذا بدي رندره لهذا الويب سايت شو بعمل؟ بضغط كنترول ام، تمام؟ فهو المفروض ياخذني على الرندر. اذا ما اخذكم بتروح على الفايل على الاكسبورت، في عندنا الاد تو ميديا انكودر كيو، وفي عنا الاد تو ريندر كيو. انا راح اعمل له ريندر من جوا الافتر افكتس، فبختار هذا الخيار، فهون بيطلع لي البيست سيتنج، بالعاده بتكون هي على البيست دائما بالافتر افكتس. انا بيهمني اللوسلس هون، بدل ما اختار الاي بي اي بروح بختار الكويك تايم، وهون بيكون انيميشن بتركه بعطيه اوكي. هون بيعطيني وين بدك تعمل له تسييف انت، فبختار المكان المناسب انا بعمل له سيف، وهون بيجي انا بعمل له ريندر، شايفين بلش يمشي هون. هلا بياخذ وقت، انا ما راح رندره، راح اعمل له ستوب هلا. فهيك انتم بتكونوا خرجتوه برا الافتر افكت، وفينكم بعدين تاخذوه للفيديو على البريمير، بالبريمير لانه التعامل مع الاصوات والطبقات والمونتاج، يعني الافتر افكت بتشتغل فيه مثل ما شايفين، بتصمم تعمل تصاميم تعمل افكت، بس الفيديو اديتنج النسخه الاخيره اللي راح تعمل لها المونتاج وتركيب الكليبات مع بعضهم والترانزيشن وغيره ممكن تعملها كلها بالبريمير اسهل. فبعد ما ترندروه، بظن اغلبيتكم بيشتغل بريمير، واللي ما بيشتغل لسه وما تعلم البريمير نط على القناه، انا عامل دوره كثير مميزه عن البريمير. ففينو مثل ما قلت لكم، اللي بيعرف بريمير بياخذ الفيديو على بريمير، بضيف الاصوات، بيعمل باك جراوند ميوزك على كل الفيديو، بعدين وقت بيطلع الاسم تبع الموقع مثلا هون، شايفين؟ وقت اللي بيطلع مثلا اسم الموقع بيعمل صوت بهالاصوات بتشوفوها، وممكن يضيف تاثير ثاني، فبصير عندك فيديو متكامل دعايه لشركه لشغلك الى اخره. فهيدا الشغل كثير بنشتغله بكندا، عندنا كثير بيطلبوا الشركات دائما، شركات هون عندهم اللي عندنا نحن الشاشات الالكترونيه بالشوارع بالمواقف بالمترو كثير كثير موجوده، فالشركات كثير كثير بتطلب دائما تصاميم متحركه بتشوفوها بكل الشاشات، انت ناطر المترو او ناطر الباص بتكون في شاشه متحركه، كثير بتلاقي نفس الدعايات تماما ما بتختلف عن هينا اللي عم علمكم اياها. فهي كثير شغله حلوه مميزه، بتمنى تكون هالدرس فاتكم انبسطتوا فيه، يعني انطروني بدورات قادمه ان شاء الله، مثل ما قلت لكم يعني راح طوركم كثير وحسن لكم مهاراتكم كثير بالافتر افكتس. لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر التنبيهات، وتشاركوه مع رفقاتكم كمان اذا عم تعجبكم هالدروس، واللي لسه ما انضم لقناه التليجرام كمان ينضم عليها مشان يوصلوا كل جديد مباشره عن طريق الهاتف تبعه. بشوفكم بالدرس القادم، انا من هلا لوقتها بتمنى لكم كل خير وسلامه، يعطيكم الف عافيه وسلامات للجميع.